نيو تك. عسلامتكم ومرحبا بكم في نيو تك. اليوم باش نحكيو على واحد من اصدارات شركه شاومي في عالم الهواتف الذكي، شاومي ريد نوت 9. يجينا بكران 6.53 بوص، نلقاو فيه 3 كاميرا، 48 ميجا بيكسل، 8 ميجا بيكسل ميجا جران انجل، 2 ميجا بيكسل و 2 ميجا بيكسل ماكرو. بالنسبه للكاميرا سيلفي تجينا ب 13 ميجا بيكسل، استوكاج 128 جيجا، اما الرام نلقاوها 4 جيجا. شاومي ريدمي نوت 9 باش يكون ببروسيسور هاي بيرفورمانس اوكتا كور، الباتري باش تكون بسعة 5020 ملي امبير، والشارجر تايب سي. نجيو للسوم نتاعنا باش يكون في قرابة 619 دينار. نيو تك. من عالم الهواتف نمشيو لعالم الذكاء الاصطناعي، وبالتحديد الميتافيرس اللي ما عندهاش حدود، وتخولك باش تستعمل خيالك وتنجم تعمل اللي تحب عليه باي شكل تحب، وتنجم بالتقنيه هذه تمشي لاي مكان من غير ما تخرج من بلاصتك. الميتافيرس باش تكون من اهم الاشياء والحاجات في عالم الذكاء الاصطناعي، والاهم هي في تطور كبير من اول ظهور له. نيو تك لليوم وفات، خليكم برونشي على الحياة فهم، نتقابلوا غدوه في نيو تك جديده. باي باي. نيو تك.